أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة جديدة من مطبخ منال العالم. الثلاث وصفات اللي عم بنقدمها اليوم هتبقى مخصصة لموضوع واحد، هنستعمل البروكلي ونعمل منه ثلاث أطباق. نشوف سوا الطبق الأول، سلطة البروكلي. ربع كوب لوز شرائح محمص، ربع كوب زبيب، 2 رأس صغير بروكلي، نصف رأس كروم، 1 حبة متوسطة بصل شرائح رقيقة، 1 عود بصل أخضر شرائح رقيقة، 1 عود كرفس شرائح رقيقة. مقادير الصلصة: 3 أرباع كوب لبن خاسر، 3 أرباع كوب مايونيز، 2 ملعقة كبيرة خل تفاح، ربع كوب عصير ليمون، 1 ملعقة كبيرة سكر، نص ملعقة صغيرة ملح، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. أعزائي المشاهدين، السلطة اللطيفة جدا اللي حنعملها هلأ هتبقى سلطة يمكن أول مرة أنتوا بتدقوها. في ناس كتير بحبوا طبعا البروكلي وبيأكلوه، ولكن ما أجتنا فرصة إنه ندوقه ني. ممكن فعلا ناكل البروكلي ني، ما في عنا أبدا أي مشكلة، ولكن يعتبر صعب شوية في الهضم. إحنا مش حنأكله يوميا، بس بمشي الحال لو أخدتوا مرة طبق سلطة في بروكلي ني. إذا حبيتوا تنفذوا الوصفة زي ما عم بشرح لكم إياها ممكن، إذا حسيتوا إنكم قلقانين من إنه تاكلوا البروكلي ني ما في مشكلة، بقدر أسلقه سلقة خفيفة لثلاث إلى أربع دقائق، بغلي مي، بسقط البروكلي ثلاث أربع دقائق، بشيله بحطه في طبق في مي وتلج يبرد تماما، وبعد هيك أكمل الوصفة وأكمل السلطة زي ما إحنا حنشوفها سوا. نبتدي أعزائي المشاهدين بتجهيز اللوز. أنا مجرد أني ححمص اللوز تحميصة خفيفة، مجرد حولع النار. عندي قلاي فاضية مش ححط فيها أبدا أي شيء، مجرد ححط اللوز مع استمرار التقليب هيك لحوالي دقيقة أو ثواني حسب سخونة القلاي عندك. بتلاقوا اللوز أخذ لون ذهبي خفيف جدا، بسيبه طبعا يبرد لغاية ما أكون عندي طبعا مجهز السلطة وبقدر أستعمله على طول. بس خلونا نستنى ثواني أشوف شكل اللوز إمتى بقدر أكمل الخطوة التالية. أعزائي، اللوز ابتدى يأخذ هاللون الذهبي الخفيف، وطبعا بتشموا ريحته كتير طيبة. ببتدي هلأ أضيف الزبيب وأطفي النار. خلص أنا مجرد هالتحميصة الخفيفة اللي أنا عايزاها. الزبيب حياخد سخونة بسيطة جدا، ما بدي ينحرق أو ينطبخ، بس لمجرد إنه يصير السوفت عندي شوي. وهاي الخطوة ممكن أكون أنا عملاها قبل بوقت، أخلي في طبق عندي يبرد على جنب وأخليه بس وقت التقديم. بنشوف أعزائي المشاهدين كيف حنستعمل خليط اللوز والزبيب لتجهيز السلطة. هخليه جنبي يبرد، طبعا الريحة كتير شهية. نبتدي نجهز السلطة. السلطة كتير بسيطة، هحتاج طبق تقديم مناسب. التجهيز المسبق للسلطة كتير برضو مريح، ممكن أكون مجهزها قبل بوقت وأحطها بالتلاجة. هخلي الطبق جنبي اللي هو طبق التقديم، وحنحتاج الكاتينج بورد. نجهز عنا كاتينج بورد. هنحتاج طبق نخلط فيه مكونات السلطة مع بعضها، ممكن ناخد طبق بالشكل هذا حنخليه برضو جنبنا. كل ما جهزنا كل المكونات اللي احنا عايزينها تبقى قريبة، يبقى شغلنا كتير مريح وسهل. نحتاج هلأ نختار تشكيلة الخضرة اللي حنستعملها. زي ما اقترحنا عليكم احنا حناخد البروكلي. في عنا هون اقتراحين، الساق هتبقى كتير يابسة انه تاكلوها نية، ممكن تبقى مزعجة، فإحنا حناخد فقط الشجيرات أو الزهرات زي ما بنسميها. بنقصها بالطريقة هاي. طبعا إذا عندكم شوربة يوميتها طبخين أي طبخة هيك فيها خضرة، بتقدروا تستفيدوا من هذه البقايا. هذه على كلها بتنفرم وبتنحط، ناخد خلاصتها، بتبقى شوربة كتير لذيذة. هلا أعزائي المشاهدين نشوف خطوتنا اللي حنعملها بالنسبة للبروكلي. طبعا يفضل نشطفه شطفة سريعة. هلا أنا بدي أفرم البروكلي، خلوا بالكم لا شجيرات صغيرة خالص أو مفروم ناعم، الموضوع كتير بسيط.
بنلاحظ مجرد ما انا حوصل للزهرة هذه على طول بتفرط معي، ما بتاخد منكم ابدا اي مجهود. نعمل واحدة كمان، نبتدي من الساق شوي شوي، موضوع كتير بسيط، مجرد ما بوصل للطرف هذا بتلاقوها على طول هالزهرات هذه تفرط بشكل كتير سهل. هنخليها في طبق التقديم، ونكمل بقية المجموعة بنفس الطريقة. طبعا كمية البروكلي حسب ما ذكرنا انتو ورغبتكم، هاي كبيرة يدوبك نقطعها كمان، نحطها برضو على طبق الخضرة كليتها مع بعض. بالنسبة للكرومب، إذا كانت القشرة الخارجية ساعات بتبقى مش كتير نضرة، يعني فينا نتخلص منها، ما في داعي طبعا نغسله. هناخد حسب الكمية اللي احنا عايزينها، عايزين أكتر عايزين أقل على حسب رغبتكم. نبتدي أعزائي المشاهدين ناخد جزء من الكرومب، حوالي نص القطعة، ونبتدي نفرمها، أو إذا حبينا نقطعها إلى شرائح رقيقة حسب رغبتكم. كله بيمشي، ما في عنا أبدا أي صعوبة في هذه الوصفة. نبتدي نقطع إلى شرائح رقيقة بالطريقة هاي. نشيلها ونحطها بهالطريقة. يبقى الخضرة عنا هلأ جاهزة. نبتدي ناخد البصل الأخضر. البصل الأخضر مجرد حنشيل هذا الجزء ونقطع البصل إلى شرائح مع الأوراق الخضراء. برضو البصل حنحطه مع الخضرة. هنحتاج ناخد عود أو اثنين من الكرفس، حبيتوا تقطعوه مع الأوراق برضو بيمشي الحال، بيبقى بيعطيني طعم لطيف. طبعا ريحة الكرفس مميزة جدا، وحاولوا دائما تستعملوه، لأنه في ناس بينسوا يستعملوا الكرفس، وطبعا موجود دائما بعدة سوبر ماركتس بتلاقوه متوفر، أصبح بكثرة. كل الخضرة بالشكل هذا، بضل عنا بالآخر حبة البصل. حابة أنا أقصها نصين ونبتدي نفرمها إلى شرائح رقيقة جدا، ونبتدي أعزائي المشاهدين نجهز الدريسنج لهذه الوصفة. الدريسنج كتير بسيط وسهل، هنشوف سوا مع بعض الخطوات لتجهيز الدريسنج. أعزائي المشاهدين، الدريسنج اللي حنجهزه كتير سهل وطعمه مميز زي ما ذكرنا، لأنه خليط من المالح والحامض والحلو. هحط اللبن الخافر، وهضيف له المايونيز، إذا حبينا نجهز الدريسنج قبل بوقت ونخليه بالتلاجة بياخد برضو طعم لطيف. هنضيف السكر، عصير الليمون، خل التفاح حوالي معلقتين كبار، الفلفل الأسود، ونضيف الملح، ونبتدي نخلط كل هالمكونات مع بعضها. مضرب شبك خفيف خالص، مجرد أقلبها لغاية ما يندمج كل مكونات الصوص مع بعض.
نتحكم طبعا بالطعم زي ما احنا عايزينه. اذا حبينا نزود شوية ملح فينا ندوقها ونزبط الملوحة الدريسنج، هخليه على جنب. وزي ما قلنا اذا حابين تجهزوا قبل بوقت وتحطوا بالتلاجة ما فيها عنا ابدا اي مشكلة. اعزائي المشاهدين قبل التقديم على طول نشوف كيف بدنا نجهز طبق السلطة. عنا هون طبق جاهز، هخلط كل مكونات السلطة مع بعضها اللي هي الخضار، نتأكد كلها اختلطت كويس بالشكل هذا. طبعا في ناس حيستغربوا طعمها، احنا ما بنقولكم انه من السلطات المتعودين عليها، لانه البروكلي عندنا مش مطبوخ، فعشان هيك هذه السلطة مميزة. فأرجوكم عطوا مجال انكم تستمتعوا بهالطعم. هنوزع السلطة في الطبق. الموضوع كتير بسيط، نظبطها هيك بشكلها لطيف وحنوزع عليها الدريسنج. طبعا زي ما اقترحنا عليكم اذا حبيتوا تدوقوا الدريسنج بتقدروا تظبطوا الطعم. تأكد بس عم يتوزع على كل الأطراف. طبق شهي جدا جدا جدا. عندي هون شوي من السلطة حوزعهم برضو على السطح، هيك يعطينا لوك كتير لطيف. شرائح الكرافس والبصل الأخضر. وتنسوش عنا الشيء المميز لوصفتنا اللي هي شرائح اللوز المحمص مع الزبيب، هنوزعها برضو بهالطريقة. طعم غريب شوي بس نفسي فعلا انكم تجربوا هالوصفة وتستمتعوا بهالطعم الرائع جدا. بنسيبها لحوالي 10 دقائق بس لغاية ما هالخضرة تاخد منها الصوص وتندمج مع بعضها، وبنقدمها طبق مغذي جدا جدا وبنفس الوقت جديد ولذيذ باستعمال البروكلي. شوحنا اللوز مع الزبيب، قطعنا مكونات السلطة مع بعضها، خلطنا مكونات الدريسنج، وزعنا على السلطة، وزعنا الزبيب واللوز وقدمناها. سلطة البروكلي: ربع كوب لوز شرائح محمص، ربع كوب زبيب، 2 رأس صغير بروكلي، نصف رأس كروم، 1 حبة متوسطة بصل شرائح رقيقة، 1 عود بصل أخضر شرائح رقيقة، 1 عود كرفس شرائح رقيقة. مقادير الصلصة: 3/4 كوب لبن خاسر، 3/4 كوب مايونيز، 2 ملعقة كبيرة خل تفاح، 1/4 كوب عصير ليمون، 1 ملعقة كبيرة سكر، 0.5 ملعقة صغيرة ملح، و 0.25 ملعقة صغيرة فلفل أسود.